لا تثق العودة دون ضمانات. ولا تتفوق التوقعات مع الواقعية دائما. التهريب جريمة. ولكن التطلعات والأحلام لا تحقق دائما. لا تعطي وثائقك الشخصية إلى أي شخص. ليس البشر للبيع. العمل القسري والاستغلال الجنسي من انتهاكات حقوق الإنسان. التجارة بالبشر جريمة. ويمكن لأي شخص أن يصبح ضحية للتجارة بالبشر. في أي وقت من الأوقات يمكنك الطلب بالمساعدة من الشرطة أو المنظمة الدولية للهجرة وغيرها من الوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الغير حكومية. وتقدم المنظمة الدولية للهجرة المساعدة لضحايا التجارة بالبشر. إن كنت من بين الناجين من الاستغلال أو العنف فيمكنك الاتصال بالخط الساخن للمنظمة الدولية للهجرة على مزيد من المعلومات حول المساعدة المتوفرة لك.